أناس يا حلوين، اشتقت لكم. إن شاء الله كل شيء تمام. شوفوا هالمناظر الحلوة، يعني هاي مصمص بس بحر. اليوم حبيت أشارك معكم إشي صار لي مدة عم بفكر فيه، إن شاء الله الصوت يكون أوكي. بس اللي هو كيف نقدر هفوت لجوا عشان الصوت، بس نصمم حياتنا بطريقة مختلفة. ايش اللي قصدي بهاي الشغلة؟ سبيسيفيكلي على الايفنتس الكبيرة اللي بنعملها بحياتنا، العرس، العيد، ميلاد، بس تكوني انتي حامل وبيعملوا اشي اسمه زي بيبي شاور، كل هدول الايفنتس اللي تقريبا كل حدا بالعالم بيعملها، وسبيشلي بهذا الزمن بنحتفل فيها as if هي الاحتفال الحقيقي. بس اللي لاحظته انه اكتريت هدول الاحتفالات including الاعراس، البيرثدايز يعني عيد ميلاد، بيكون فيهم اشي ناقص. وهذا الاشي انا بستوعبه عشان بحس انه ما فيهن عمق الاحساس اللي مفروض يكون فيهن، واللي هو بنخلق بس تحطي بس شوية elements. واحدة من الالمنتس اللي مفروض نزيد على كل هدول الرايتس اوف باسجز او انيشيشنز، او زي عم تمرقي من مرحله بحياتك لمرحله تانية، مثلا من عيد من عمر للعمر اللي بعده، يكون فيهن اكثر انتنشن. يعني انت بس تصممي عرسك، هل بتفكري ايش ماي انتنشن؟ يعني ايش الاشي اللي بحب الناس يحسوه ويحتفلوا فيه ويجيبوه لهذا الاحتفال، ولا بس منصرف ومنعمل وكل إشي at the surface shallow. في كلمة بالإنجليزي اسمها shallow، ما بعرف إيش بالعربي، بس كلمة كتير بتخليكي ما تفوتي بعمق الإشي. يعني مثلا بس اثنين يتجوزوا، هل مفروض يصرفوا مئات الألوف بس عشان يعزموا ناس ويأكلوا يحتفلوا يرقصوا ويروحوا بيتهم وخلص صاروا مرة وجوز؟ ولا في إشي أعمق بنقدر نزيده ونلفف فيه هدول الاحتفالات عشان يصير إلي هون معنى وأثر أكبر وأعمق؟ نفس الشيء الأعياد، كل عيد بحس إنه أو أكتريت أعياد وحتى أكتريت أعيادي بحس إنه أوكي نيجي منغني، كل حدا بيعطي هدايا، في إشي ريتشول يعني بنعاد سنة بعد سنة بعد سنة، وحتى الجاتو نروح لانو هابي بيرثدي، بحس في إشي بزهق بهذا الموضوع وبحس إنه بيقدر يكون أعمق الموضوع. مثلا نكون بدويرة وكل حدا يحكي إشي تعلمه من هذا الشخص، أو إشي بحب ينصحه لهذا الشخص، أو دعاء بحب يعطيه لهذا الشخص، فبيصير في أكتر عمق بالإكسشينج بالإشي اللي عم بتجيبيه لهذا الاحتفال. نفس الشيء مثلا البيبي شاور اللي ناس بيعملوها قبل ما يولد البيبي، بيجمعوا كل أصحاب هون، كل حدا بيهديهم هدية، إشي للبيبي، أواعي، أشياء. بس نفس الشيء بحس إنه هل نقدر نعمل إشي أعمق؟ هل نقدر نعمل هذا الاحتفال للأم للطفل اللي بده يجي بطريقة فيها أكتر معنى وأكتر عمق وأكتر تغيير transformation؟ فيصيروا كل هدول الإيفنتس اللي هن المفروض يكونوا transformation events. إحنا ليش نحتفل مثلاً عيد 34؟ عشان أنا بطلت 33 عم بصير 34، في تغيير عم بيصير، فهن مفروض يكون أكتر intention كبيرة فيهن التغيير اللي عم بيصير. بس اثنين عم بيتجوزوا مفروض يقضوا أسابيع عم بيشتغلوا على their vision، عم بيشتغلوا على إيش اللي بوحدهن، عم بيشتغلوا على أشياء اللي صعبة بالعلاقة عشان يقدروا يوحدوا هالطاقتين. فكل إشي بالحياة إحنا عم نعيشه هلأ بطريقة أوتوماتيك، بطريقة ما فيها وعي، بطريقة ما فيها معنى، بطريقة ما فيها عمق. فاللي بحب أعزمك عليه نبدأ نفكر بهذا المجتمع، بهاي الكوميونيتي اللي إحنا منحب العمق ومنحب الإشي اللي فيه معنى وفيه بيوتي بالحياة. وكل هدول الرايتس اوف باسج مفروض يكون فيهم بيوتي فروم ذا سول، يعني جمال من الروح، مش بس الجمال السطحي اللي انا حاطه ميك اب ورايحه حفله، بس الجمال اللي بفرجي عن جد مين انا، مين انا هاي الروح. وكل ما قدرنا نحتفل اكثر بروحنا باعيادنا باعراسنا بس نيجي من فيز بالحياة لفيز تانية، مثلا بتكوني انتي بسموها from maiden to mother، يعني كل هدون الrights of passage بدنا نبدأ to challenge the status quo. يعني بس نفكر شوي أعمق من الاشي اللي أكتريت الناس بيفكروا فيه، بس to challenge نتساءل
كيف بقدر أجيب أكتر معنى أكتر عمق؟ وحتى يمكن عندكم أشياء بعيلتكم بتعملوها دائما، مثلا كل سنة بتروحوا على مشتى الحلو بسوريا مثلا، إيهاب كان يقول لي هيك وإن صغار كان يعملوا. فبدل ما بس تروحوا وكل واحد يقعد وتأرجلوا وتقعدوا ما تعملوا إشي مفيد لروحكم، هل بيقدر يكون في ريتشول أو إشي بتعملوه كعيلة يزيد التواصل أول شيء بين حالكم وبعدين بين بعض؟ فإذا قدرنا نزيد الجمال، التواصل، الانتنشن، المعنى، العمق بكل هدول الرايتس اوف باسج، رح نبدأ نفهم إيش الإشي اللي عم نحكي عنه بس نحكي بالفايف دي، اللي هو إحنا هلأ عم نمرق من الثري دي، الحياة اللي ماتيريال وبس فقط، للحياة اللي 5D اللي هي فيها الروح وبتتنفس الروح بكل شيء بنعمله ومنشوفه ومنكونه. بس بين ما نروح من 3D لل 5D ايش فيه؟ 4D. ال 4D هو بس كل شيء عم ينكشف، عم ينكشفوا هدول الأشياء اللي ما إلهم معنى، ما إلهم أثر، ما إلهم عمق، فإحنا عم نكشفهم وعم نبدأ نكتب قصة جديدة. فبحب أسمع منك ايش القصة الجديدة اللي بتحبي تكتبيها مجال بحياتك. يعني كل واحد رح يحس بإشي، يعني أنا بحسه كتير هذا الإشي مثلا للأعياد، عشان هيك دائما بعمل conscious parties، بجمع أصحابي منغني منعمل كاكاو سيرموني، يعني بجرب أجيب الإشي اللي أنا بدي إياه نفسي من العالم بجيبه لاحتفالاتي، ونفس الشي لعرسي هيك عملت، ونفس الشي لتقريبا كل تجمع أو rite of passage أو حفلة بعملها. فأنت كيف؟ يعني حتى بتذكر خلينا أحكي لكم قبل يمكن شي سنة بس نقلنا على apartment جديدة بعمان، جمعت كل أصحابي وعملنا هيك سيرموني كتير حلو. كيف الناس بيعملوا إشي اسمه إيش اسمه هوم وورمينج أو زي تدفية البيت، عم تدفي البيت، كل حدا عم يجيب هدايرة. حكيت للناس بليز ما تجيبوا هدايا، ما تجيبوا أشياء، إذا بدكم تجيبوا إشي جيبوا زريعة. فحبيت أجيب خضار وحياة للبيت، وبعدين جمعنا وعملنا دويرة وكل حدا شارك وين هو بحياته، إيش الإشي اللي كتير ضابط وإيش الإشي اللي عم بيلاقي صعب شوي بهاي المدة. وحكيت لهم أنا my intention إنه هذا البيت يكون زي مساحة أمان لمجتمعنا، فحتى لو أنتوا you're having a good day، نهار حلو أو نهار مش حلو، تقدروا تحسوا أوه في محل بقدر أروح عليه، أزور أصحابي، أحس في تواصل أكتر بحياتي. فأنا حطيت هذا الانتنشن وكان بسيط وخلق كونكشن وخلق عن جد gathering كتير حلو. فأنتي وين بتحبي تجيبي هاي الماجيكال تاتش؟ يمكن بعيدك الجاي أو يمكن بعرسك أو يمكن في شيء تاني عم بيصير بحياتك كل شهر كل سنة كل ما بعرف إيش، مرة يمكن بالحياة عرسك حبيتي تعمليه بطريقة غير، بس لازم إشي واحد، أنا ما بحب كلمة يا لازم، بس هاي الوان شان اللي عم بعطيك إياها تعمليها بطريقة غير. يعني احسبي كل حدا بالعالم عملها بالطريقة ABC العرس يعني درة، بس أنتي رح تعمليها بطريقتك. فبدياكي تسألي حالك إيش طريقتك وشاركيها معنا تحت، وإذا أنتي عملتيها بالماضي ولا لسه نفسك تعمليها بالفيوتشر. يعني مثلا بفكر بعرس بغابة، مش بمحل قاعة مسكرة وما فيها هواء، مثلا بغابة، بس بعزم الناس اللي عن جد بحبهم وعندهم كونكشن معي ومع عائلتي، وبنعمل سيرموني انتيميت وكونكتد، وبنعمل كل واحد بيحكي اللي بيروحه وبيهدي هدية للعرسان، عشان مش هدية اشي بس ماتر، بس اشي يقدروا ياخدوه لحياتهم اللي عم بيبنوها مع بعض هلأ. فحتى فيجولي حتى شكل الإشي بيكون مختلف، بس تجيبي الروح عليه، فيه أكتر طبيعة، فيه أكتر سبيس، فيه أكتر جمال، فيه أكتر تواصل. فحبيت أشارك معك هاي المسج، مش بس عشان أشارك معك إيش أنا بعمل بحياتي، بس عشان أسمع منك أنت كيف بتحبي تعمل حياتك بطريقة غير، بطريقة مختلفة، بطريقة روحانية أكتر، عشان تغيري تشفت معنى من الـ 3D للـ 5D. وإن the meantime خلي الـ 4D تكشف كل إشي اللي مش aligned بحياتنا، كل هدول الإيفنتس اللي نعملهم محل فاضي، عشان نقدر to evolve to step to the next level of our evolution مع بعض. بتمنى إنه هاي الرسالة وصلتك، إنه نفعتك، وحتى لو مش بهاي الثانية عملت فعل قوي، خلي هيك يطبخ بركي بعد كم ساعة، بعد كم يوم، بعد كم أسبوع، يمكن بحياة تانية تتذكري هذا الكلام وتفكري أوه أنا بدي أعمل هاي الشغلة بطريقة غير، أنا بدي أعمل عيدي بطريقة غير، أنا بدي أعمل صبحيتي بطريقة غير.
فلاقي إشي بحياتك أنت بدك تعمليه بطريقتك وخبرينا بالكوميونتي علشان نتعلم من بعض. وإذا حبيتي تتعمقي بهدول المواضيع اللي هي كيف نجيب أكتر من روحنا لحياتنا، كيف نستكشف حالنا أكتر، اتصالنا مع حالنا ومع بعض كمجتمع، عندي إشي اسمه الانر سيركل، تلاقي اللينك بلو تتعلمي شوي أكتر عن الديتيلز. نتلاقى كل شهر مرة أونلاين، وبس تسجلي في amazing offer. أول إشي أول شهرين لسعر واحد يعني 50% off، وتاني إشي بس تسجلي حتلاقي recording لكل الكولز اللي عملناهم بالماضي، يعني عندك شي 18 كول completely free بس تفوتي على مجتمع، علشان المين جول أقدر أنفعك، نقدر نرفع الوعي مع بعض ونقدر نتعلم كيف نقدر نغير مجتمعنا وعالمنا day by day, step by step, act by act, realization by realization. That's my message for today. Love you all and see you next week. Don't forget to subscribe to the channel عشان أشوفك طبعا كل أسبوع بمواضيع جداد وحلوة.